من بين ابطال فيلم خلاويص الفنان احمد فؤاد سليم، يا ترى هيقول لنا ايه عن تعاونه مع احمد عيد والمخرج خالد الحلفاوي؟ تعال نشوف. التجربه كويسه، انا طبعا انا مش اول مره اشتغل مع خالد الحلفاوي، وبس اول مره اشتغل معاه كمخرج يعني. فمخرج فاجئني، مخرج فاهم وعارف ادواته كويس، واول مره اشتغل مع احمد عيد برضو استمتعت بالشغل معاه جدا. ممثل طموح وعنده حلم وعنده حكايه وعنده موضوع عاوز يقدمه للناس، والفيلم كوميدي دمه خفيف يعني، والحكايه تتشاف يعني، تستاهل انك تتشاف. وانا عجبني الدور وعجبني الشغل، المجموعه اللي انا اشتغلت معاها. هو بيقول ان الحكايه ما تتاخدش بالشكل يعني، يعني مثلا في طفل صغير المفروض بتقبض عليه، ده الفيبول بتاع الفيلم او الحاله الاسطوريه بتاعت الفيلم، لان هو رايح يدور على اسم واحد لقى طفل لقى كبير قبض عليه يعني. انا من الموضوع مش كده يعني، بس